ولمزيد من المتابعة مشاهدينا بشأن جهود عودة المصريين من السودان، ينضم إلينا عوض الغنام من معبر أرقين البري. إليك عوض. نعم رامي، خالص التحية أجددها لك مرة أخرى من هنا من معبر أركين، هذا المعبر البري الحيوي المهم للغاية والذي تبدل وتغير خلال الساعات الماضية، والصورة خلفي توضح ذلك بشكل جلي وواضح للغاية. هناك حشود كبيرة سواء مصريين أو سودانيين يتقطرون ساعة بعد أخرى وصولا إلى هذا المعبر، لينقلهم بعد ذلك إلى أسوان، ومن أسوان ينتقلون بعد ذلك كل إلى مسقط رأسه إن كانوا سودانيين لديهم تأشيرة تسمح له بالدخول، أو طلاب مصريين عادوا إلى الأراضي المصرية الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم الكبير للغاية مؤسسات الدولة المصرية الذين أهيأوا لهم هذا الجو وذلك المناخ ليعودوا سالمين إلى أرض الوطن. ونفس الشعور تشارك فيه أيضا الإخوة السودانيون الذين أكدوا أنهم لم يجدوا دولة مثل مصر تحتضنهم في مثل هذه المحن، وعبروا لنا عن الأجواء داخل المشهد السوداني من خلال تطورات الأحداث، ورصدنا ذلك من خلال مقابلات خاصة معهم متمنين أن يعود الهدوء عما قريب إلى المشهد السوداني. عودة إليك رب. زميلي عوض الغنام من معبر أرقين البري، شكرا جزيلا لك.